السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الكرام. مرحبا بكم في قناة إشارة وديكور. إذا أحبتي في الله، هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نتكلموا على كيفية تثبيت يعني لي سيبور أو ما يسمى يعني داك السلك اللي تيكون هنا باش نحطو فوقهم الضوء. اذا كما تشوفوا معايا، هذا واحد الطرف ديال البي في سي. اذا هذا واحد الطرف ديال 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 البي في سي الومنيوم، كنشدوه ياك وتنثبتوه بهذه الطريقه هذه. كما تشوفوا معايا هنا كاين الريبي، يعني هذا الريبي، هذا تنتقبوه من التحت، ما تنتقبوش هذه الثقبه هذه، يعني خاطئه، خصها يكون من التحت باش الضو الى جا فوق السلك تيضرب في الباش، يكون عنده واحد لا ديستونس ما بينه وبين الباش الباك لايت، باش الضو يتوزع شويه يعني اكثر ما يمكن، باش انه يكون عنده الضو شويه منتشر. وتشوفوا معايا هذا السلك، هذا فهو سلك مفتول. اذا هذا السلك اللي هو مفتول كما تشوفوا معايا، وتيكون شويه مطوندي مزيان بينو وبين يعني بينو وبين البي في سي الاخر، ها هو راه مطوندي مزيان. علاش نديرو ليه بحال هكذا؟ باش الوقت ملي تنحطو البوله ديالنا فوق هاد السلك هذا، الوقت الا جاب الله مثلا طاح لينا لا سميتو طاح لينا البانو ولا تزعزع البانو، يعني البولات تيوليو يتحركوا، يعني البولات تيوليو يتحركوا، ما تيضربوش ديريكت في داك الحديد. كاين الناس اللي تيديروا الحديد ديريكت، ربما الا كان داك لو شوك غادي داك البولات غادي يتهرسوا. اذا هذا بحال قلتي واحد المونتيسور، يعني هكا تيلعب تيطلع وتيهبط. كيفاش درنا هاد السلك هذا؟ بحال الطريقه هذه، تنشدو جوج سلوكه بحال هكذا، يكونوا جوج سلوكه بحال هكا، تنشدوهم في شي بلاصه بحال هكذا، وتنجيبو الشنيور اولا الفيسوز، الشنيور الفيسوز، وتنديرو في يعني في تنديرو الراس ديال السلك في الشنيور ديالنا اولا الفيسوز ديالنا، وتنبداو نفتلو. سير 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 سير. اذا ما كي تشوفوا معايا الان، يعني السلك تفتل لينا، وهذا حتى تعطيه يعني واحد المتانه، واحد الصلابه يعني للسلك ديالنا. اذا كي تشوفوا معنا هذا هو السلك، هو الى الان كما تشوفوا معايا، يعني بعد ما ركبنا هاد لي سيبور ديال فاش غيكونوا البواري هما هادو، يعني البانو كامل دوزنا ليه هاد لي سيبور، فوق هنا غيكونوا البواري. وكما تشوفوا معايا هنا ما درناش الغالفانيزي، يعني ما درناش ديك لاطول. علاش؟ باش اننا نتحكموا في الوقت فاش غادي نديروا هاد السلك هذا، نتحكموا في الخدمه ديالنا باش ما يدورونجيناش هاد الغالفانيزي. دونك الغالفانيزي غادي نديروه من بعد ان شاء الله تعالى. الان ان شاء الله تعالى بعد ما سالينا السلك كما قلنا، الان غادي نخدموا في هاد لاطول هادي. اذا هاد لاطول هادي غادي نشدوها غادي نديروها في هاد المكان هذا الفوق، ياك، وغنديروها حتى في هاد المكان هذا. والفائده ديال هاد لاطول هادي هي ان الوقت فاش تنحطوها وتنحطو فوق من الضو، يعني تنعكس عليها الضو وتتعطينا شويه، يعني تيزيد لينا شويه ديال الضو، يعني الضو تيكون فيها شويه مجهد، ماشي بحال درتي مثلا شي حاجه كحله ولا درتي شي حاجه يعني شي الوان اخرين مثلا. فهاد لاطول يعني غالفانيزي حتى الا ضرب فيها الضو، يعني تتحاول يعني هو تيعكس لك الضو، بالتالي تعطي الضو شويه مجهد. وبالنسبه للخدمه ديال هاد لاطول هادي، تنحتاجو يعني خص تكون عندك واحد المسطره بحال هكا، اللي هي مسطره طويله شويه، خص يكون عندك المترو، وخص يكون عندك ستيلو، وخص يكون عندك هاد المقص. هاد المقص هذا هو باش غادي نقطعو هاد لاطول. Thank you.
إذا الآن إن شاء الله تعالى بعد ما يعني تراسينا الطولة ديالنا تنتراسيو يعني العبر اللي درنا ملي غنديرو من هنا وتنديرو واحد السطر هكذا يعني تنخدمو بعد المقصرة ديال الحديد. الطريقة ديال العمل في هذه المقصرة خص تكون شوية يعني منتبه لأنك إلا ما كنتيش يعني متمرس عليه شوية يقدر أنه يجرحك جرحك على الأرض. إذا نشوفو معايا هنا ديما قرصينا دابا هنا تنشدو هذا تنطلعوه للفوق بحال هكا وهذا كنخليوه هابط يعني الله الا خليتي هذا يقدر يجرح يعني كما تشوفوا معايا هنا الان غادي نضربوا ليه هذا لونطاي ديال هنا ونضربوا ليه لونطايات ديال هنا باش يتحط لنا فوق هذا التوب كاري نفس الشيء لونطاي هنا ولونطاي له باش يتحط لنا هنا ونضربوه بالريبي من هنا والريبي من هنا يعني على طول هذا سميتو التوب كاري كذلك نضربوه بالريبي من هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا حتى تولي لنا الطوله يعني مقاده فوق هذا الشاصي هذا او الهيكل الاشاري. اذا الان بعد ما يعني سالينا هذا الطول ديالنا الغالفانيزي وما يسمى بالطول اذا الان بحال هذا الشكل هذا هذو الاماكن ديال البوالي كما قلت لكم يعني الا تشوفوا معايا راه قصح شويه بحال هكا شتي قصح علاش ما يحطوه في البولاط حتى الا جاب الله زعزع البانو ولا تهز وتحط بالجهد يعني هذا تيمشي وتيجي بدون ما يوقع داك ما توقع ديك لا شوك فهمتي يعني هذا راه قاصح شويه وريناكم كيفاش غادي نديرو كيفاش درنا السلك. اذا هذا هو البانو ديالنا من بعد ما درنا ليه طولة او ما يسمى بالقصدير او كارفانيزي المهم الواحد كيف يسميه.
من بعد غادي خصونا لا طوله ولا الكالفانيزي ديال هاد الاماكن هادو هما هادو يعني، لكن هادو ما غاديش نديروهم الان، هادو غادي نوجدوهم ان شاء الله تعالى بعد ما غادي نديروا الباك لايت ديالنا ان شاء الله تعالى، عاد غادي نديروهم. اذا هادو حتى هما غادي نديروا ليهم يعني الكالفانيزي ديالهم، لا من الفوق ولا من تحت بحال هكا. اذا اول ان تنوجدوا يعني الجوانب حبيبتي في الله. بعد ما يعني سالينا من المراحل يعني الماضيه من خلال تركيب الكالفانيزي وما يسمى بالقصدير، ثم بعد ذلك يعني تركيب السلك او الدعامه التي سوف يوضع عليها يعني الضوء، الان ان شاء الله تعالى المرحله ديال وضع الضوء. كما تشوفوا معنا الان يعني عندنا جوج انواع ديال البلاط او الليد، عندنا هذه ديال مترو 20، وعندنا هذه ديال 60 سنتيم. فهذه ديال مترو 20 يعني تنديروا الاماكن اللي عندنا يعني طويله بحال كما تشوفوا عندنا هنا، وهذه ديال 60 سنتيم يعني تنخدموها للاماكن هذو الضيقه بحال هكا. غير كاين واحد المساله بالنسبه للضوء، بالنسبه لي سورتي يعني مخارج الضوء. اذا كاين بعض لي سورتي او مخارج الضوء هاد لي ليد اللي تتلقى عندهم لانستالاسيون، يعني انك خصك تركب الخيط من هنا من هاد البلاصه هادي، وتركب الخيط من ديك البلاصه اللي من لهيه، يعني من هاد البلاصه هادي او لا هاد البلاصه هادي، يعني غادير واحد الخيط هنا الفاز ودير خيط لهيه النتر. لكن كاين بعد البلاط اللي تدير فيهم بجوجهم هنا، يعني الفاز والنوتر بجوج، يعني سواء يعني كانت البلاط الاولى ولا البلاط الثانيه نفس الضوء، يعني بحال يعني ما كاينش شي اختلاف، فقط الاختلاف في المخارج ديال الضوء. اذا هذه مساله، وهاد البلاط هادو الليد يعني ما تيكونسوميوش، هادو مزيانين، هاد البلاط هادو ديال الليد. كاينين البلاط يعني ديك القدام يعني تتلقى فيهم واحد الترونسفور، يعني تتلقى البانو يعني غادي مضروب ترونسفورات. اذا هاد الترونسفور شنو هي يعني المهمه ديالهم، انهم هما اللي تي يعني اللي تي اللي تي يعني تنقولوا حنا تي ابزوربيو داك الشوك ديال مثلا كان شي سيركوي في المكانه ولا في الضو، يعني دوك ترونسفور هما اللي تي يعني اللي تي ابزرب يعني تيتحملوا ديك الصدمه، وفي نفس الوقت هما يعني تحويل يعني تيحولوا، اذا كان عندك مثلا واحد الفولتاج اللي كبير هو تيحول لك الفولتاج اللي معروف اللي هو يعني معمول به في جميع المناطق. اذا احبتي في الله، كان دابا يعني حنا دابا غادي نقادو الضو ديالنا، بعد ما غادي نقادو الضو ان شاء الله تعالى غادي تجي مرحله ديال الباك لايت. اذا رأيت من قد الضوء ان شاء الله تعالى غادي نمشيو معكم دقه دقه باذن الله عز وجل حتى نركبوا الباك لايت ان شاء الله تعالى. اذا حنا بعد ما الان يعني بعد ما انصطينا الضوء كما تشوفوا معنا، يعني الضوء الان يعني راه مشعول، تنخدموا بهاد الكليات هادو، نعم. ثم بعد ذلك يعني لا ديستونس اللي غادي تكون ما بين البولا والبولا، يعني يحاول الانسان قدر ما يعني استطاع انه يدير تقريبا 20 سنتيم 25 سنتيم ماشي مشكل. اذا ما بين البولا والبولا الا درتي 20 25 سنتيم ماشي مشكل. اذا كما تشوفوا معنا الان يعني بدينا لانستالاسيون ديالنا من هنا، شانتينيها مع هنا مع هاد البلاط الثانيه مع هاد البلاط الثالثه حتى هي شانتات،
سير مشات البولة 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 يعني الاخرى كما كتشوفوا معايا هنا هي هادي هما دابا هذا يعني بدات لانستالاسيون من لهيه من هذيك البليصه شويه مشات العاود لهيه شويه مشات البولة الثالثه البولة الثالثه هزينا الخيط كما تشوفوا معنا ومشى البولة الرابعه اذا ها هو في البولة الرابعه دابا الان ومن بعد غادي ندير ليه الشكوطش وندير ليه المسائل ديالو باش ما يبقاش بحال هكا يعني ضروري يعني تتشدوا مع تيب كاري ولا تتشدوا مع الكالفانيزي ماشي مشكل دونك هذا بعد ما شانتينا معها تنهزو عاوتاني من بعد ما جا من البولة الثالثه مشى للبولة الرابعه من البولة الرابعه تيمشي للبولة الخامسه من البولة الخامسه تيمشي للبولة السادسه تيخرج لينا لبرا نفس الشيء بالنسبه لسميتو دابا اذا كان هذاك هو الفاز يكون هذا هو النتر مثلا ياك نفس الشيء يعني تيمشي للبوله الاولى البوله الثانيه البوله الثالثه تيمشي دوز تيعاود يمشي للبوله يعني الرابعه البوله الخامسه البوله السادسه وتيخرج لنا يعني تيخرج لنا بحال هكا كما تشوف هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله تعالى بقينا مساله اخرى هي مساله ديال يعني البوش باك لايت باذن الله عز وجل ملي نساليو حتى هو اولا قبل ما يعني نخدمو فيه غادي نوريكم المعدات اللي غادي تحتاجو ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى نبشروا العمل باذن الله عز وجل.